اهي ليلى جت اهي. اهلا اهلا ليلى. السلام عليكم. سلمي على عريسك. عريسي؟ هو ده من امتى ده؟ من حوالي 5 دقايق بس. اتقدم لي وانا وافقت. برضه عملت اللي في دماغك؟ ماشي، وانا بقى موافقه. طب الحمد لله. نقرا الفاتحه بقى. لا استنى قبل الفاتحه، انا ليا بس شويه شروط كده. شروط يا حبيبتي اللي انت عايزاها. اللي تأمري بيه يا بيبي. بيبي؟ ماشي، انا ممثله ومش هبطل تمثيل بعد الجواز. وماله؟ التمثيل فن راقي وجميل وله هدف. هعمل فرحي في اسوان زي عمرو يوسف وكندا. دول عمرو يوسف وكندا، احنا عوضين وليلى. اهو اهو اللي اعترض اهو. اهدي بس، انا هفهمه كل حاجه عشان ده شاب مندفع. بص يا حبيبي، الاوفر لك ان فرحك وشهر عسلك يبقوا في مكان واحد. تتفرد وتتني عليا يا ماما، هو احنا جايين نخطب الاميره ديانا؟ اهي طنطا هي اللي اعترضت، هي اللي بوظت الجوازه من عندها، وانا اصلا ما كنتش موافقه عليها من الاول. طنط مين يا روح طنط انت؟